بابون منع اي مظاهره، ويقول اذا كانوا ثلاثه جزائريين يمشيوا مع بعض لا بوليس تنجم تقبضهم والا تخرش عليهم وقتلتهم. انا مسؤول. بابون يقول لك انا مسؤول عليكم الشرطه. بعد اللي جاونا التقارير نتاع القاعده قال يا ودي هو منعنا باش نمشيو ثلاثه، حنا نمشيو 30,000 في خطره، واش يقتل 30,000؟ حنا نديرو مظاهره سلميه. Nous apprenons de sources nombreuses et sûres que le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. Les Algériens ont reçu comme consigne de se rendre sur les points de rassemblement suivants. Place de l'Étoile, place de la Concorde, sur les grands boulevards, l'Opéra à Bonne Nouvelle et Saint-Michel. هذه تاع 17 اكتوبر كيفاش؟ بابون فهم باللي النظام ديالنا كيفاش يخدم. الناس يعني تعمل بعد الخدمه، لنا الجماعه كل كانوا يخدموا في لوجين في معامل. وقت النضال ديالو بعد العمل من 6 الفوق هو فهم، قال درك نمنعهم انا كوفر فو، ما يخرجوش من السبعه حتى الغدوه من ذاك الخمسه تاع الصباح. كي نوض على الخمسه تاع الصباح يروح للمعمل باش يخدم. اذا جاونا يعني تقارير من القاعده، قال يا ودي رانا رايحين نموتوا، راه يجيفنا بابون يجيفنا، يلزم نشوفوا كيفاش يعني نحاربوا هذا منع التجول هذا. ماذا خموا الفيدراليه ذاك انا ذاك كانوا في خمسه في المانيا، ولكن الفكر ما جاش من الفيدراليه، الفكر جاء من القاعده. قال يا ودي كيما حبيتو سيبو لنا حل. قال يا ودي هو منعنا باش نمشيو ثلاثه، حنا نمشيو 30,000 في خطره، واش يقتل 30,000؟ حنا نديرو مظاهره سلميه. هذه حاجه الاولى. ثانيا قال هاو كيفاش تمشيو لي بولفار وين تفوشوا فيها، مش ما تمشيش في طريق صغيره، مشي في لي بولفار الكبار، الشوارع الكبرى وين كاين يعني الاجانب، كاين موجودين تما يعني واش اسمو لي جورناليست لي ماجيست، باش تكون شي صدى تاع المسيرة وتكون صدى كبير. ولهذا قلنا باللي واش اللي يلزم ممنوع باش يكون مسؤول من ناحيه من القسمه للفوق ما يحضرش. علاش؟ خطر قال يكون مظاهره سلميه، تمشيو انتم ولادكم نساكم ولادكم، وممنوع تديو معكم اي اسلحه، حتى اذا كان اعصى ما تديهاش معك، ممنوع، لان المظاهره كانت سلميه. ولما جاو تقريبا نقول 50,000 اللي داخلين لباريس. فرنسا لما سمعت هذيك تمتم دارت يعني حطت وسمو الشرطه والجدارميه كل في المترو كيجيو داخلي حكموهم تم تقريبا نقول 20,000 ما وصلتش للموقع نتاعها، ولكن قول 30,000 اللي مشات في ليله واحده. 30,000 هذاك الوقت بابون عطى لهم امر للبوليس نتاعو، قال لهم كي الشيء اللي درته مع الجزائريين انا مسؤول عليه. هما واش قالوا؟ باسكو عندهم التركي والكي في 8 9 قالوا راهم ثلاثه ولا اربعه من البوليسيه قتلوهم الجزائريين. اما لا، البوليسيه بداوا يعني قالوا يصفيو يخلفوا طار، وهي حتى واحد ما مات. دخلوا بالقوة، صرعوا الجزائريين، هذوك اللي كانوا في سان ميشيل وجهة لاسان، صرعوهم ورموهم في الواد، في لاسان، رموهم. لما جاونا التقارير هذاك الأسبوع، بدينا أنا شخصياً بديت نحسب في التقارير، وصلنا حتى ل 200. 200 بالعقلية 200، علاش؟ خاطر في ليلة واحدة، ديك الليلة، الشرطة لقات القبض على 11,560
مناظم 11000 هذه النهار الاول، والنهار الثاني حكموا 511 مرأة تاع اللي داروا مظاهره، خاطر قلنا درنا مظاهره في 3 ايام، النهار الثاني باش النساء الجزائريين باش هما يديروا مظاهره خاصه، حكم كذلك القاو عليهم القبض. في بابون قال لك هذا كذب، ما كان والو غير كاين زوج موتى بصح بيناتهم بين مصاليين و صراع ما بين الشمال الافريقي انتر نور افريكا، فهمت؟ ولكن كانوا ناس اللي حاضرين بعض اجانب صحفيين بداوا يتكلموا، وديك الليله واش داروا هما؟ اللي فيه شبه جزائري يضربوه ويصرعوه ولا يديوه للكوميساريه يبات تما للكم. منهم ضربوا صحفي من وكاله واشنطن بوست، واخر هو غارسيا ماركيز، جابرييل غارسيا ضربوه. هو علاش؟ خاطر يبان اللي بغى عيا فيهم يقول انا اسبانيولي، ما لا ضربوه انت ماكش اسبانيولي، ضرب ضرب مانيش جزائري، قال انت جزائري ضرب. حتى الصباح كي جابوا لي سلي يهضر مليح اسبانيوليه قال لهم لا هذا ماهوش جزائري، حتى في اللغه الاسبانيه ديالو راه لغه امريكا الجنوبيه. وهو رجع يعني مامبر جابرييل بري نوبل هو كذلك من بعد تكلم عليها واخرين تكلموا عليها، والصحف نتاع العالم بي خاطر عندهم ممثلين صحف في باريس تكلموا عليها. ولهذا حاجه اللي ما كناش نظنوا باللي تعطي تكون عندها سمعه صدى العالم كله سمع بها. وهذه بعد يومين ثلاثه اربعه بدا شي يبان، لان الناس اللي رماوهم المناضلين اللي رماوهم في لاسين ولاو يسيبون ولات الشرطه دير لي زونكيت شحال بعد بالك قول واحد الشهر ولا شهرين اعترفوا باللي كاين صابو 80.